بتبدأ أحداث الفيلم في غابة فلوريدا واللي كانت بتولع، بس رجال الإطفاء ما قدروش يسيطروا عليها. بعدها بسنة يروح اتنين لبيت المدعي العام بحجة إن في مشكلة في الغاز وجايين يصلحوها، وبعد ما خرجوا انفجر البيت، وهنا يعرف الأب أوين اللي حصل ده. وبعدها أخد ابنه وخرج بسرعة وكان حاسس إن هما في خطر، وبدل ما يوصل ابنه كونر للمدرسة هرب بسرعة بيه. وبعدها يعرف ابنه إن هو كان شغال مع المدعي العام اللي انفجر بيته ومات، وفي حد قتله علشان هما الاتنين اكتشفوا السر بتاعه. دلوقتي اكيد الشخص ده هيعوز يقتله هو كمان قبل ما يكشف سره. وفي نفس الوقت كانت موجوده هانا وبقيه فريق الاطفاء اللي ما قدروش يسيطروا على الحريق قبل سنه، وده بقى هو ايثن الاكس بتاع هانا، اما دي فهي زوجته إلسون. في الوقت ده وصلوا هما الاثنين لعند بيت اوين واكتشفوا ان هو هرب هو وابنه، وهنا عرفوا ان هو اكيد راح لعند ايثن في الغابه. وهنا اوين يتصل بيهم ويحكي لهم عن اللي حصل، ودلوقتي هو في الطريق رايح لعندهم، بس يريحوا شويه في نص الطريق، وهنا يكتب رساله ويديها لابنه اوين وكان مكتوب فيها كل اللي حصل، ويقول له لو انا مت ما تديهاش غير لشخص تثق فيه. اما بالنسبه لهانا فتروح لبرج المراقبه علشان تاخد بالها لو حصلت اي حريقه، وفي نفس الوقت كان خلاص وصلوا الاثنين لنفس المنطقه. وبعدها ايثن يقابل المأمور ويحكي له على اللي حصل، ويقول له ان اوين ده يبقى زوج اخته. اما هانا فتبدا تفتكر الحريقه اللي حصلت قبل سنه وانها ما كانتش قادره تساعد الاطفال وماتوا قدام عينيها، والواضح ان كان في عاصفه رعديه في الطريق. وخلاص اوين وصل للغابه هو وابنه، بس المشكله ان الاثنين كانوا سبقوه وعملوا كمين في نص الطريق ده علشان يصطادوه. ولحد ما خلاص العاصفه وصلت عند هانا والبرق بدا يضرب جنبها، فجرت بسرعه ومسكت الحبل ده قبل ما البرق يضرب البرج، فقامت ساقطه. بعد كده وصل اوين لعند الكمين وبداوا يطلقوا عليه النار لحد ما خرج عن الطريق وكان مصاب. قام قايل لابن كونر ان هو يستخبى ورا الشجره وما يطلعش ولا يطلع اي صوت مهما حصل ومهما شاف، وبعدها يمشي مع النهر لحد ما يوصل لعند المدينه. وفعليا استخبى ورا الشجره، ولحد ما هنا ظهروا هما الاثنين، وبدا اوين يدوس بنزين لحد ما عرفوا ان هو لسه عايش، وكملوا اطلاق النار لحد ما مات والعربيه سقطت. وهنا كونر قدر يمسك نفسه عشان ما حدش يسمع صوته، فتيجي واحده ست وتسالهم عن اللي حصل فيقوموا قاتلينها ويهربوا بعدها. اما الطفل فبدا يجري مع النهر، وفي نفس الوقت ايثن يوصل لمكان الحادث ويبلغ الطوارئ، وبسرعه تنتشر الاخبار عن طريق الراديو والاثنين دول يسمعوها ويعرفوا هنا ان الطفل لسه حي. وهنا يتصل الزعيم ويقول لهم يروحوا له بسرعه. وفي نفس الوقت هانا كانت لسه بتفتكر اللي حصل السنه اللي فاتت لحد ما شافت كونر وهرب منها، فجرت وراه ومسكته. قامت قايله له انها تقدر تساعده لو اتكلم، بس ده كان صعب شويه، فقامت سايباه وماشيه. فطلب منها انها تكلم له الاخبار وراح معاها. وخلاص وصل الشخص ده وليكن اسمه اكس. اكس وصل لعند الزعيم اللي موكله ان هو يقتل المدعي العام وكمان اوين والطفل هو كمان، عشان اكيد هيكون عارف كل حاجه. فراح اكس واللي موجود معاه وعملوا نفسهم فدراليين، ودلوقتي هيقتلوا اي حد يشوف وشهم، بس مش عايزين الاخبار تنتشر في المكان والشرطه تاخد بالها، ودلوقتي لازم اي حاجه تلهيهم، فاشعلوا النار في الغابه. وهنا ايثن لما كان بيتكلم مع زوجته عن الطفل كونر ياخد باله ان الغابه عماله بتولع. اما هانا كانت بتحاول تتصل بالاخبار، بس البرق كان حرق كل حاجه، حرق الاسلاك وكمان الاجهزه. فيسالها كونر اذا كان يقدر يثق فيها، فتقول له اكيد، فيديها الورقه تقرا بقى اللي موجود فيها وتعرف كل حاجه. وبعدها قالت له ان هما الاثنين لازم يروحوا لقلب المدينه في السر من قلب الغابه. بعد كده وصل اكس واللي موجود معاه لعند بيت إلسون اللي هي زوجة ايثن، وبداوا يهددوها. كانوا عاوزين يعرفوا مكان الطفل، بس نكرت منهم انها تعرف اي حاجه، ولحد ما هددوها وهي حامل فكذبت عليهم وقالت لهم ان الطفل موجود مع ايثن. وهنا خلوها ترن عليه وتكلمه، ولما كلمته كانت عماله بتساله على الطفل، قال ايه، هو فين، هو كويس، ولحد ما اكس اخد باله ان هي عماله بتكذب عليهم وان هي عماله بتقول لايثن على الاشاره، فبداوا يضربوها لحد ما ولعت النار في وشهم وقدرت تهرب. اما هانا لما كانت ماشيه مع الطفل في الغابه بدا البرق يضرب من تاني، وبداوا هما الاثنين يجروا بنظام معين عشان البرق ما ينزلش عليهم، وده علشان هما موجودين في منطقه مكشوفه. ولحد ما سقط البرق على هانا، والحسن الحظ كانت لسه عايشه. وفي نفس الوقت وصل ايثن والمأمور لعند البيت، فينضرب المأمور ويموت. وهنا جاء اكس من وراه وثبته وكذب عليه وقال له ان في واحد تاني موجود مع زوجتك ولو قاومت هيقتلها. فيسألوا على الطفل ويقول له ان هم لسه بيدوروا عليه. قام قايل له اكس ان هم الثلاثه هيدوروا على الطفل، وراحوا بعدها لمكان الحادث، وايثن اخد باله من اثر الطفل فيحاول يداريه، بس ده شافه وده كان الدليل على ان الطفل لسه عايش. وهنا بدا ايثن يقول لهم انا عارف ان كده كده هتقتلوني بعد ما تلاقوه، علشان لو حتى سبتوني زي ما بتقولوا هبلغ عنكم. فيقول له اكس مش هتبلغ عشان انت اللي هتقتله بديك.
وفي نفس الوقت هانا والطفل لقوا النار في وشهم وبدأوا يرجعوا من تاني. اما بالنسبة لإلسون فأخذت البندقية والحصان وراحت علشان تنقذ زوجها. هانا والطفل كانوا خلاص وصلوا البرج بس كان في ضيوف. الاتنين وصلوا خلاص مع إيسن لعند البرج ويشوفهم الطفل ويعرف ان هما اللي قتلوا والده، ودول بقى يخلوا إيسن يطلع لفوق يشوف الطفل، ولو ما لقاش اي حد فوق يولع البرج. وفعليا طلع لفوق ولقى ان هانا موجودة مع الطفل وطلب منهم يفضلوا مستخبيين، بس الشخص ده ياخد باله ان هو عمال بيتكلم مع حد وبدأ يطلق النار، وهنا إيسن ينصاب. اما هانا فتاخد الطفل معاها وتنزل بسرعة بالحبل، بس دول يشوفوها ويروح وراها الشخص ده. وبالنسبة لإكس فضل يتقاتل مع إلسون اللي وصلت وفضلت تطلق عليه النار ولحد ما قدرت تصيبه، ولما جت تقتله لقت الذخيرة خلصت، ولما جت تحط رصاص هو كمان مسك المسدس وبدأ يعمل كده، بس هي كانت أسرع وقتلته. وبالنسبة لهانا والطفل فوصلوا عند النار وقالت له إن هو يهرب، أما هي فاستنت المجرم وده كان موجود معاه سلاح وبدأ يقرب لعندها، ولما قرب أكتر ظهر كونر وحاول يقتله بس هجمت عليه هانا، وفضلوا هما الاتنين يتقاتلوا بس هو كان أقوى منها. وهنا بدأ يهدد الطفل ويقول له لو ما خرجتش هفضل أعذبها، ولحد ما خرج الطفل وطلب منه إن هو يلف وشه. بدأ يروح له بقى وهو معاه سكينة وكان على وشك إن هو يقتله، بس تيجي هانا من وراه وتهجم عليه بالفاس، ودي بقى قدرت تجيبه الأرض وثبته بعدها عشان النار تكمل عليه. وبعدها بدأوا هما الاتنين يهربوا من النار، وعلى آخر لحظة قفزوا في قلب النهر. وبالنسبة لإلسون فراحت لعند زوجها إيسن وفضلت قاعدة جنبه والنار كانت موجودة حواليهم، ومع طلوع النهار كانت انطفت النار وبدأوا هما الاتنين يمشوا. وهنا وصلت طيارة إنقاذ لعند البرج وشافوا هانا والطفل، أما إيسن فخلاص كان مات. وفي الآخر وصلت قناة إخبارية لعند الطفل علشان يكشفوا الحقيقة، ويخلص الفيلم هنا وبس كده. والحد هنا بقى يكون الفيديو خلص. لو عجبك اضغط لايك واشترك في القناة وشغل زر الجرس، بس اتأكد انك مشغل زر الجرس على اختيار الكل علشان اول ما نزل الفيديو يوصلك اشعار بكده. وبس كده من تاني، ومع السلامة.